طاولة الكبار مع سامر خضر. ما زلنا على طاولة الكبار ومع ضيفي هذه الليلة. بصراحة تفقدتك، يعني أعدت إنتاجك في ذاكرتي. نعم. وأنا عم بدرس هذا اللقاء المهم واللي أنا كنت مهتم فيه كثيرا. تسلم. وإذاعتنا مهتم فيه الحمد لله. وأنا ببشرك وبأكد لك أنه لن نحذف حرف ولن نمنتج شيء من اللقاء، لأنه احترامنا لضيفنا يعني أن يقول ما يريد. جميل. خاصة ضيف اعتباري. تسلم. فبالتالي بس أنا عندي شوية هيك ملاحظات. يعني حضرتك كنت في زيارة إلى العراق قبل سقوط، للأسف بكره أقول سقوط بغداد، خلينا نقول قبل ما حدث في بغداد. نعم. جميل. وكان لك آراء معينة، وعلى إثرها يقال أن اللقاء انتهى بطريقة ذهبت إلى سوريا وجلست مع عبد الله الأحمر، وأيضا أنهي اللقاء لأنك تحدثت عن النظام في سوريا وهكذا. ذهبت إلى لبنان جلست مع إيميل لحود وتحدثت عن المقاومة وتحدثت عن حصار المخيمات، وقلت لهم أنتوا كيف بتحكوا عن مقاومة وأنتوا عم تحاصروا المخيمات الفلسطينية. صحيح. وأيضا أنهي اللقاء. طب وبعدين تحرج الدولة يا صديقي؟ أي دولة؟ الأردن. أوف. طبعا أنت شخصية أردنية، شخصية برلمانية أو نقابية، عندما تذهب في هذه الجلسات، وفي شيء غريب راح أقول لك يا بعد ما تجاوب على السؤال. هل تنسى أنك تمثل مملكة لها رواسخ سياسية؟ هذا من يقول بهذا الخطاب مراهق سياسي لا يفقه لا بالسياسة ولا بفهم بمصلحة البلد. أنا لما أرفع الصوت عاليا في شتى، دائما رافع أسهم بلدي في كل دولة بزورها. أنا لما أذهب للعراق وأنا داعم للعراق وضد الحصار، وأقول لمسؤولين في العراق ولطه ياسين رمضان أنه عزز الحريات والتعددية السياسية وأنا بينهم، ما هي الإساءة لبلدي لما أقول له افتحوا قنوات مع إيران؟ ما بصير توصفهم بالوصف اللي أنت حكيته لما خطبتني يا فلان فلاني. وين المشكلة لما أروح على عبد الله الأحمر والتقي معاه والوفد الأردني بالكامل، حزبيين وسياسيين وإعلاميين، وأقول له أنتم بتكمموا الأفواه، كل من ينتسب إلى الإخوان المسلمين يحكم عليه؟ رفع صوته عليك عبد الله الأحمر؟ لا 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 ما رفع صوته علي. هسا بقول لك. أيوة. تفصيل ودقيق، بدي أعرف الحقائق. الحقائق مني وخذها من أخوك. ولما أقول له إن العراق بجنبكم محاصر، ما بتسمحوا لأنفسكم تذهبوا إلى العراق وتسيروا طيارة شافيز كسر الحصار، هيك بالحرف الواحد كسر الحصار، والطيار الإيطالي كسر الحصار، بينما النظام العربي الجار الملاصق غير المجار لا يدعم شعبنا المحاصر وبتعرض. هذا ما قلته. احتج، خاف إنه إذا سكت بجوز يعدموه. كان وقال كذا. شو عمل الوفد الأردني؟ سؤال هذا مهم. شو عمل؟ زقف لي، ظل يزقف لي الوفد الأردني تصفيق حاد. لأني قلت هيك لأنه احتج، خبط على الطاولة، احتج صفق لتصفيق حاد الوفد الأردني، وتبنى حريات حقوق الوطنيين مظلومين العالم من كرامتنا. رحت على أمير لحود، زرنا الجنوب، قلت وأنا ماشي من عين الحلوة شاهدت الدبابات والمجنزرات في مخيم عين الحلوة. وأنا فكرت في شعر لا يسمح للفلسطيني أن يتملك، بينما يسمح لكل الملل في العالم تتملك في لبنان إلا هنا، ولا يعمل ولا يسمح مسمار يدخل إلا بدون المخابرات والداخلية. هل يجوز هذا في دولة؟ ليش ما تعطوا المواطن الفلسطيني حقه في التملك في حتى المحامين شكونا هناك إنه مش مسموح لهم. طيب مارسوا حقه. وبعدين الشعب الفلسطيني والله لو طوبت جنان الدنيا كلها إله لن يستغني عن فلسطين، جنان الدنيا كلها إلا لجد بديل، بس بدنا كرامة الإنسان. هذا ما قلته، واستقبلها بحفاوة واحترام وتقدير ولم ينهي اللقاء. من قال أنه ينهي اللقاء؟ هذا اللي نقل، وأنا أعرفه مقالات كتبت أعطاهم إياها أحد الصحفيين مش دقيقة ومش صحيحة. أنت موجود اليوم عشان تحكي الحقيقة. هذا الحقيقة، هذه الحقائق. ممتاز. هذه الحقيقة اللي صارت. أنا برفع رأس بلدي لما أقول هيك، معناته في واحد مواطن أردني بخاطب أكبر مسؤول وما برتجف ولا بقول والله أنا التقيت مع رئيس الجمهورية ويا سيدي وكذا، خاطبوا بما فيه مصلحة الشعب اللبناني والشعب السوري والشعب العراقي وانعكس عن الشعب الأردني. طلبك صدام حسين رحمة الله عليه بالاسم. ما أنا قلت للملك هذا، أنت تذكرني ما شو قلت للملك؟
أنا للملك بلقاءاتنا قلنا من حريات وحقوق مواطنين بعرف أنا الآن أتحدث عن الراحل صدام حسين رئيس العراق رحمة الله عليه، طلبك بالاسم للدفاع صحيح. عنه وتكون ضمن لجنة الدفاع عنه صحيح. أنا ما بدي أسألك التفاصيل بعرفها وكثير ناس بيعرفوها، بس أنا بسألك عن شيء واحد. أول مرة وقعت عينيك مقابل عيون صدام حسين، في مجال تستحضر لهذه اللحظة؟ أول لقاء كان إنه نزلنا من المطار، خوفونا قالوا لنا قوات بدر اغتالوكو أو قناصة، دخلونا من مدخل سري خلفي حتى ما يشوفنا ناس، ودخلنا وجود قوات الأمريكية موجودة كانت، وعندما دخلنا همس في أذني واحد من خوفونا منه من قوات بدر، قالوا جاي ندفعه أنا أبو عدي، والله ذي ما يوحد العراق غير هو بالحرف الواحد. حملونا كمموا السيارات وقريب من المطار نص ساعة تقريبا، ذهبنا هناك مقيم سجن، دخلنا على مكان مقر سجنه، دخل علينا وهو يحمل القرآن الكريم. أول ما نظر إلي عبطني هيك وقال لي أهل الأردن وسماء الأردن تحيتي للشعب الأردني، هذه أول كلمة. وقعد معنا فترة طويلة جدا، أكثر من خمس ساعات يومها، خمس ساعات ونتناقش. كنت أتمنى أن يتكلم كلمة واحدة، بدي مية، بدي أكل، بدي شرب، بردان، عريان، مصلحة شخصية. والله يا سيدي أخي سامر ما حكى إلا في قضايا الأمة وقضية فلسطين كيف الشعب، وهو في السجن، وهو في السجن، ويأتي رسائل من محامين العراقيين إنه هذا حج عنك وهذا عمل كذا وكذا وكذا وكذا. هذا زعيم لن يتكرر، تتفق تختلف في ظل الاحتلال، دفعت عنه وسأدافع عن أي زعيم. لكنك منعت تدخل صالة المحكمة. لا مش منعت، أنا اللي صار، شفت أقول لك، أنا النقيب في الوطن العربي الوحيد اللي ذهبت للدفاع عن رئيس الحكومة الحالية، قال إحنا خايفين عليك، التقارير الأمنية ترصد إنه أنت معرض للاغتيال. أمين عام اتحاد المحامين العرب قال لي يا أستاذ صاحب أتمنى عليك إنك لا تذهب لأنه حياتك في خطر وإحنا خايفين عليك، لأنه برسلوا. وما سمعتش كل كلامه؟ والله ما سمعت. أنت مؤمن. الله يرحمهم عماد من المشجعين اللي إلي، زوجة حضرتك رحمة الله عليها، وأنا من المشجعين اللي إلي، وكنا في وفد مؤتمر اتحاد محامين العرب في سوريا، فقطعت زيارتي لسوريا مشان ألتحق بالوفد هيئة الدفاع، وغادرنا سوريا والتحق بهيئة الدفاع، وكان الرئيس صدام زعيم، والله لم يجامع حسابي. كنا نلتقي احنا وياه قبل الجلسه، ما جرى بدهم يمنعوني ارتدي ثوب الاردني يا سيدي. الله اكبر. نعم. ليش؟ شو الفكره؟ بدهم يمنعوني، لا في روب عراق بدك ترتدي انت بالعراق، قلت لهم انا جاي ممثل الاردن. ممثل الاردن، هاي شوف، هاي جبتك تقول لي الاردن وكذا، قلت له انا جاي بالروب الاردني وسادخل بالروب الاردني، بده يمنعني قدام الملايين يقول لي ممنوع ترتدي الروب الاردني، ولما يقول لي هيك انا الي حديث. ودخلت انا النقيب الوحيد اللي دخلت بالروب الاردني. الله يرفع راسك. والله دخلت في الروب ومبعتز، وقلت بعتز فيه، ولبست الرئيس الروب الاردني كمان في لقاء ثاني، وسالني بدات ادافع. الرئيس مين اللي رئيس صدام لبس الثوب المحاماة ابتدى الروب الأردني. ما في صورة بهذا الكلام أو شيء؟ لا موثق. ممنوع بس أنت توثق الآن، يعني أنت شاهد على المرحلة. تمام. فدخلنا عليه، قال لي أقول لك بدأت الترافع، فإجا الرئيس تحمس لما أنا صرت أدافع، وأخو برزان تحمس، بتعرف وجه لي تهمة أنني أحرض الرئيس. أنا قال بحرض الرئيس. تعرف شو قال له الرئيس؟ بالله شو اللقطة لو بتطلعوها، قال له تأدب مع نقيب الأردن. نقيب الأردن تأدب معه. الله العظيم، قال له تأدب الزعيم. ولذلك زعيم تتفق أو تختلف. طب هذا سؤال لي عن رحمة الرئيس صدام حسين، بصدق حاول إنك يعني، هل شعرت لحظة أنه قلق خائف؟ لا بهدوء ولا أهدى منه. وأنا يعني كنت أقول إنه تعرف له هيبة. طبعا والله ما شعرت، والله رغد طلبت مني إنه تزوره، قالت لي هاي الزورة هي عبدالله الأردن تبنيها قصر متبنيها لعندك، صح يعني صح، ولها حاضنة شعبية كبيرة. ولها حاضنة شعبية كبيرة. قال لي تقبل يا أستاذ صالح يتحرشوا فيها الكلاب؟ يا الله عزيز النفس. قلت لا والله ما بقبل يا سيادة الرئيس، رجل والله النظام العربي، معظم النظام العربي تأمر عليه،
العراق وصف من وين؟ من الأرض العربية والسماء العربية والقواعد الأجنبية الأمريكية في كثير من الدول العربية. هم جيبوا لي قواعد أمريكية بدها تخدمني ولا تخدم الصهاينة؟ رجل في الوقت الذي عز الرجال. صح. شوف أنا عروبي ومسلم الحمد لله وبعتز بعروبتي، أنا ما بقبل لي أي زعيم عربي أن يحكموا الأمريكان أو غير الأمريكان. ولا نحن نقبل يا سيدي. ولا نحن، ولا من المروءة ولا من الشهامة ولا من النخوة. صح. دين الحياة موقف سيدي. صح. لما تأخذ موقفك بدك تقول، لما تقول والله التقيت مع أمين لحود، شو قلت لأمين لحود؟ شجاعة. وشو نعكسه؟ وكان بيجي على الأردن. أبارك. وقلت له أهلا وسهلا فيك في الأردن، ويحضر المؤتمر القمة. تري أمين لحود شخصية وطنية قوية. يا سلام. وبعدين كيف عليها، بس أقول لك ليش ظل ساكت هو. خاف. في قاعدين ناس من حزب الله كانوا وقتها. لا 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 لا. عشان المقاومة. لا كان؟ لا 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 ما كانش في حزب الله. لا طب ليش؟ لا كان وفد أردني. ليش ظل ساكت؟ احنا عملنا، انا كنت يعني تكلمت وما احد حتك بالموضوع. فهو تعرف طوائف عندهم واحزاب وكذا وكذا، خاف تنعكس يعني. اما لا انهى اللقاء، بالعكس وقفنا وتصورنا معاه وطلع معنا لبرا. يا اخي الناس مش اول حقيقه. صحيح. وهذه مواقف رجال تسجل. شكرا لك. احنا عندنا فاصل سريع وسنعود لنكمل الحوار. مكتب الفواصل. شو بدنا نعمل؟ شكرا. هند طاولة الكبار مع سامر خضر.